تروح لعند طبيب سبيساليست بار اكزومبل يقول لك دير لنا ايكوغرافي ولا بار اكزومبل اشعه ولا كذا، نورمالمون نديرهم في السبيطار صوالح هذو نورمالمون نلقاهم في السبيطار. السبيطار كي تروح لهم يقول لك يا ودي، يقول لك سكانر حابس، يقول لك الراديو حابس، هذه حابسه مما يتطلب دوك لازمك تروح لعند البريفي. تعتبر بمثابة إضافة لولاية ورقلة في مجال الصحة، لأن كما تعلمون أن سكان ولاية ورقلة يعانون الكثير للتنقل إلى ولاية الشمال للقيام بعض الفحوصات الطبية. نص نهار ولا نهار ويقضي صلاة خير من تجي في سفرته عدة أيام. هاو كيما اليوم شفنا الصباح كاينين المواطنين اللي جاوا من منيعه، يعني راها مفخره للمنطقه. الذي سميناه على بركه الله المصطفى تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المركز هو متخصص في الفحص بالاشعه والتصوير الطبي، يحتوي على جل التجهيزات الخاصه بهذا التخصص، وعلى راسها جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي.